السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم البطل المغولي أبو داخيم. نكمل في سلسلتنا ونشوف وين نقدر نوصل. اليوم بنلعب على طريقة أبو داخيم القديمة، يعني اللي هي نسجل موقع واحد، وهي سلسلة أبو داحم أيضا. فنبي نسحب لنا قائدين ويانا جدد، هذول كأنهم تعورين زيادة، ودينا نسحب لنا بعد ثالث عشان نبي نحتل القلاع بسرعة، نبي نطق بالمناطق هذه. وراح نلعب على طريقة مثل ما قلت أبو داحم، إن نرجع يعني نسجل تسجيل كامل، بعدين نقدر نقصصه بحيث أن تصير التسجيل متسلسل. فاليوم يعني لا تنسون اللايك والاشتراك شباب، ترى شوي يعني قاعد ألاحظ الأرقام نازلة، في ثلاثة مو قاعد يعطون لايك، آخر ثلاث فيديوهات مو قاعد يعطون لايكات، واضح ترى اليوتيوب يعلم كل شيء، دير بالكم يعني بيسوي شيء عرفت. نبي نجند ربعنا، نبي نضبطهم ونرقيهم، عندنا سجناء ونبي نجيب ربعنا عشان نسرع عملية الحصار، بحيث أننا نقدر نسحب أعداء، نسحب يعني 500-600 منهم، بحيث نقدر نواجههم بشكل أفضل أكيد. فنبي نحط من هذا شبي، أوكي ما عنده سالفة، نبي نحط التربوشيات مثل كل مرة، وإذا وصلنا يعني إذا جوا هذول راح يصير 600 جندي، توقع 600 جندي نقدر نتغلب على يعني ل 1500، والله يمكن 1500 يسببون لنا شوية مشاكل، بس من 600 ل 1500 أتوقع أننا نقدر نتغلب عليهم بسهولة إذا كمل جيشنا. روى 110 جايينا، نصير عندنا 400 جندي يا سلام، وعندنا يزيد سرعة البناء السيج وبن. أنجيانغ شنو صار؟ أنجيانغ كانت ثايرين علينا، هذه لا مو ثايرين علينا، وهذه ها احتليناها مرة ثانية، ردوها شكلهم الشباب. 400 جندي، شوف سرعة البناء قاعد تزيد، والحين إذا جانا هذا كم باقي له 13 ساعة. هذا 1000، احنا 400، يمديه يوصل طلول قبلهم. لا ما يوصلت قبل، ما يوصل قبل، بس هذه المنطقة ما تقدر تحتلها. ها اوكي، لا خلنا نطلع، نبي نصعد الجبل هذا حيث نلتحق مع طلول، لازم نلتحق مع طلول. وطلي تعال هالصوت، تعال هالصوت، بس الحين 578 ضد 1200 تقريبا، اتوقع ان نقدر نتغلب عليهم. كم طاقتنا؟ 91%. نبي سطح الجبل هذا، نبي المعركة تكون على سطح الجبل. تعالنا فوق، افوق شيء تقدر تجيبه، اعلى شيء، اعلى نقطة هذه خليك، يلا تعالوا. فواجهنا 61 جندي اول شيء، هذه ألينث هذه كانت ويانا كنا مع ابو داحم. ما في قائد، فينيغن، سيراموس، ما ادري منو. اوكي كم جيشكم؟ لا نبي نحاربكم. ألين واحد ولا ثلاث صفحات، حلو. فينيغن هذا كنا كان اقوى محارب عندهم صح؟ اي هذا اللي كانوا بعض الناس يحطون شخصيات مرة عشان يتزوجونه. 1069 ضد 582 أول معركة. طبعا المعركة هذه عندنا المشاة يعني عدد جنودنا طيب، صعدنا التلة عشان تصير معركة التلة نفس اللي نبيه بالضبط. يعني في المستقبل اللعبة بعد ناويين يطورون المسألة هذه بحيث إنه يعني تطلع تضاريس مثل الخريطة اللي قدامك. يعني ثلاثة خلكم فوقي، اثنين خلكم قدام، واحد خلكم بعد قدام، صوب خلكم قدام، صوب انتم خلكم لوس. ها المشاة بيكم تصيرون قدام شوي يسار، صوب الخيال بحيث ان الخيال لا تدري شلون تروحين من الحين كذا كذا. صوب يا سلام، اشتغلوا عليهم ربعي، عاشوا. وقف. سهام كذي. طق لنا اسكيب، فوتو مود. ارجع. كذي كنا مكرش ابو داخيم. والله كنا مكرش هالايام ها. يلا نشيل الكرش شوي.
فخلنا نشوف منو يلاحظ الخيالة من الصورة. اللي يلاحظ الخيالة من الصورة يكتب لنا بالتعليق. نبي ما راح أشيل يعني سالفة إنه يعني قاعد نسجل في الصورة، نبي نعطيها صورة كذي. اللي يلاحظ الخيالة يعلمنا في التعليقات. نعطي هايد يو اي ونعطي اف 11 عشان نصور، بعدين نرجع حق اف 11 لشخصياتنا ونبلش. فكملوا رماية ربعنا اربعة، موقعكم والله لو انكم تلفون شوية اربعة ثلاثة بقرب شوي، واحد ابيكم توقفون سكوير، اربعة طلعوا لي شوي يمين، واحد خلكم تقوقعوا على نفسكم. اخ هذا يوم غيرنا مواقعنا ضربونا ضربة قوية، فأنا بندخل عليهم، احنا بنضيع شوية من جنودهم. لازم ابو داخيم يعني هو البطل، هو بطل القصة، فطبيعي انه يذبح منهم اكبر عدد. فواحد صاروا الحين اربعة طلعوا شارت خيالتهم طلعت لنا تصدت لنا وحنا مو مستعدين، فحول على سيف سوجي وقص منهم كذا واحد. ثلاثة خلكم في ستة قسمهم يا كمبيوتر وضبط لنا اياهم. والله كأن اللعبة صايرة سلسة اكثر، ما ادري ليش مرات تصير ثقيلة ومرات تصير صعبة. واحد ابيك بتطلعون شارج الحين وانا وياكم. الو ذبحنا منهم مجموعة، نبي ندخل عليهم كذي، ربعنا سووا شارج، نبي نذبح من مشاتهم ومن سهامهم. الكم الكبير ثلاثة الحين روحوا شارج. طقيت رفيجي، هذول واقفين سهامهم لأنهم مو قاعد يشوفون شيء، عشان كذي ما راح يطقون ما راح يحاربون، لكن احنا نقدر نضرب سهامهم ونضرب مشاتهم يعني من الخلف، فنقدر نتغلب عليهم خصوصا ما عندهم تشكيل، ما عندهم تشكيل الحين. جنودهم قاعد يرجعون يتقدمون، نحتاج ان نضربهم كثر ما نقدر. صارت الحرب هذه الخرابيط، اسنادنا يجي من ورانا، عرفتهم اسنادهم طالع من وين يجي، فعندنا مسافة طويلة على ما يصلون. عندنا طبعا السهام نقدر نصيدهم، انا اقول خلينا نصيدهم شوي، اذا ما حشنا ربعنا راح نقدر نصيد منهم شوي يعني. هذا واحد من ربعنا، ذبحنا حصانه اوكي كريتيكال ولا شنو، ولا فيان هذول. اوه تعال هذول بتانيا، يعني لا يطيح حصانك وانت مو عند ربعك، الله وكيلك يعلقونك على طول. فقاعد نحاول نضيع منهم مجموعة، اهم شيء ان نخرب عليهم كثر ما نقدر. حتى رفيجنا طقيناه، اهم شيء لا يطلع بوجهنا. ربعنا قاعد يفوزون في المعركة الثانية، بس هذه مسألة المعركة الكبيرة. طيب طقينا حصان، والله اللعبة صايرة سلسة ما شاء الله، ما يحسد الحلال إلا راعي، تعرفون المثل. وين ربعنا جميع القوات شارج هالمرة، اللي ما عندهم سهام ينزلون للمعركة يحاربون، الخيالة يقدرون يهجمون، كل ربعنا يقدرون يفوزون. احنا عددنا يعني قريب عند عددهم، فنقدر نهجم بدون خطر، نقدر نذبحهم ايضا. هذا خطر، هذا ذبح من هذولا يا حبيبي، اذبح روح الحين. بس اهم شيء نتخلص من الباقيين هذولا، المشات سهلين خصوصا اذا قربوا مشاتنا. يا حبيبي خيال داش بوسط المشات، ما يصير، غلط ما تحتاج انك تصير عبقري عشان تقدر تسوي الحركات هذه. نقدر نذبح من هذولا كثر ما نقدر اهم شيء، وهذا يساعدنا على الفوز في المعركة. بس بذبح يعني 50، انا ما اعتقد اني وصلت 50، كم ذابحة؟ 95، اوكي 95 ذابحة، مو ذابح 50. احس اني مو مقصر يعني، كله من ربعي، كل شوي كل ما جيت ابطق طلعوا بوجهي، المفروض ما اجيب خيالة وياي يا اخي. بس اطلبوها بعض الشباب بالخدمة ان شاء الله. شوف هذولا طرحهم، يا سلام سلام يتشذي اوه هذا جاردين، هذا 719 يا اخي، الارقام الكبيرة هذه استانس عليها. ركبنا اي حصان، في احد
ما يبون يذبح الحصان هذاك يعني. يعني تعلقين اللعبة عشان بس ما يذبح الحصان هذا، حصان اللعبة هذا ها؟ 1100 أقوى حصان يموت منها. حلو، ذبحنا 113 ربعنا الحمد لله ما حد مات. روك الويتشان مات وألينت ماتت، هذا اللي محاربتنا هي والوحدة يعني، كانت كنا راح نعدمها على أي حال يعني. كوريين you are my prisoner you are my prisoner. بس ثنتين لا، الربع الظاهر كذا الأكثر العدد يعني عندهم، لأن إحنا ما عندنا جنود لازم نجيب. خلنا نرجع المدينة نجيب جنود نجيش رايكم. الله فكرة هذول حتى بعد ما نقدر نشيلهم يعني مضطرين هذه لحظة خلنا نعدم خلنا نشوف. هي كورين متأكد أنا، لأن يوم كنت أسوي فيديو أفضل حريم تزوجهم هذه أعتقد أنها كانت، لأن أصغر واحدة ولا لا، هذه كانت يعني جاهز يعني بيلها سنة ولا سنتين قبل لا تكبر، فكانت على جنب عرفت. أعتقد حسافة يعني، حسافة أنها ضدنا. بس عمرها 38 الحين خلاص عاشت عمرها. منو في بيطلع كرة خزيت أصلا ما دانيك معنا، ما أدري شلون داشين عنده. خلنا نتخلص من بعض الجنود اللي ما نحتاجهم، سلنجرات إيه، ستيرجي أصلا ما ندانيها معنا. حلو جيب لنا 5 شامبيون قط هذولا، إيش نبي فيهم؟ عندنا فيان لحظة، كم فيان شامبيون عندك؟ كم فيان هيرو؟ كم فيان؟ رتب لنا اياها بالجنود الله يهينك. وين الفيان؟ بتانية شي بتانية، لا ما في الا واحد، لا كابتانين هيرو سلام. بس شادو سيكر 2 بس اللي نبيهم، شيل الاثنين تمام. الحين طبعا الرسائل هذا اللي تبطل الراس اللي لازم نسوي لها لود، ولكن قبلها يعني صعوبات رياليستيكات. اتوقع انا كنت اشك ان اللعبه يعني كانت راح نموت من الصعوبات هذه، لكن يعني كان اللعبه يبيلها بعد يزيدون الصعوبه اضافيه. فالحين النيه ان نرجع حق تيال بسرعه ونضبط شغلنا هناك، ولان ربعنا راح يقطون السجناء داخل تيال، فبناخذ احنا جيشنا اللي داخل تيال ونهجم على فلاديف ولا سيبير ناخذها ونسترجع فارنابول من فينيقيين ماخذينها. شلون خذوا الفينيقيين؟ فربعنا هني بالجنوب مأمنين، المفروض انهم يسترجعون ميزي يرجعون لنا كارنوثس ويرجعون لنا الديار هذه. دشينا تيال حطوا ربعنا المساجين، فالحين عاد نجيهم. وينكم من اللي كان يحاول ينخش؟ اخ كنا ما في شوفون اللستة، كل هذول كانوا منخشين يعني، ربعنا ما أعطونا إياهم عشان ما نعدمهم ما نذبحهم. السجناء اللي يانا اللي بيجي حياه الله، اللي ما بيجي نبنعدمه. عطنا برزنرات إعدامات نستمر، الشباب يقولون لا توقف بالإعدام، خلنا نشوف إذا عدمت كل الناس يصير. نشتغل عليهم، شو نسوي بعد؟ اغلب الناس يقولون لا بس اعتقد ان نوقف عند دوله بلايك ولا الدول اللي صار هذول نوقف عندهم. فاعدمنا هذول، الباقين دزهم السجن، خلهم يقعدون بالسجن هني ونقدر نروح حق جاريسون نشوف لنا جيش هني. شنو عندكم زين؟ ابي رتبوا لي اياهم جنود. ها حلو، ابي جنود اقوياء، مشات اقوياء، اقوى مشات عندكم؟ ما عندكم مشاة امبراطورية شيء كذي؟ الرمات عندكم بتانية؟ ما عندكم بتانية؟ شنو قاعد جمدون انتم؟ عنده هيفي اكسمن، جيب لنا هيفي سبير من هيفي اكسمن تمام. هذولا مشاة صاروا عندنا. هني الرمات، ما عندك رمات اقوياء؟ ما عندك رمات اقوياء، اوكي ماك مشكلة، جيب لنا هاردند بريجند وشوية دروزنيك ودروزنيك شامبيون. بس جيب لنا 92 هذولا، لأن عندنا ترى مساحة كبيرة إحنا بس إنه مو قادرين نستخدمها. جيب لنا بعد هذول الرمات
زيد الرماد هذا البنادق البنات مالوت البنادق ينفعوننا إن شاء الله. حلو والحين عاد نطلع ندخل مرة ثانية عشان ربعنا يحطون جنود ما في شيء. الحين صار جيشنا كبير ونقدر نروح 596 599 لحظة خلني أحفظ عشان بس الرسائل اللي قاعد تجي. فنرجع حق فلاديف هالمرة أتوقع أن ما حد راح يتعرضنا 635 وعندنا 266 أسير فمن نجهز نبي ناخذ المدينة نبي نضرب سبير نبي نطقهم طق كذي ناخذهم كلهم. أعتقد حتى بعد المدينة هذه يعني نبي ندزلها سنت تروبس ونطفي مخنا 397 هني عشان ما ودي أنها تخسر يعني أسوارها. هذولا من اللي قاعد يحاصركم؟ من اللي قاعد يحاصركم؟ الشبي تبي ألف هاك راح صرفها. لوشان سكيبت فروم أمبريلا ربعنا قاعد يأسرون وقاعد يحطونهم بأماكن حنا ما نطولها. فمن يكمل الكامب هذا راح ندزهم على طول كجيش عشان يجيبوا لنا يعني نقاط تيجن. هذا ما أدري إيش جايبه. لا تجي لا تجي لا تجي تموت تموت. احنا بس نبي نكمل هذا نمنطق سند تروبس يعني حتى بعد ما نبي ننطر نبي نشوف شو يصير. خسرنا كم 15 جندي ماكو مشكلة عطلنا 23 أسير ودش. يعني لازم ان نهاجم كذا عشان ما القلعة ما تصير لا ما تحتاج هذا المعتاد ولا تدري شلون لا خلت ولي go to dungeon manage prisoners. لازم نحط الأسرة هني بس عشان يحمون المدينة يجندونهم يعني ربعنا ويقعدون في المدينة. فالحين نجي حق هذا تعال طارده بس انه يصير يعني في منطقة هني يقدرون يحاصرون 51 الجرسن مالهم كافي وزيادة ما نبي نسوي سلام مو على كيف 33 جندي عندهم نسوي سلام ليش. نبي ناخذ سبير الحين وين سبير هذه ها تمام عندنا للحين 700-800 جندي فماكو مشكلة كلش في الحصار علينا حصار علينا طق طلوا اللبل فلاديف من ياخذها احنا اكيد ما حد راح يجي حاصر فلاديف. هذا من راح تيقان سوى لجيش يبي يهجم على فلاديف ترى يا حبيب الحين لازم نرجع. لا قاعد يطاردنا اشوى تعال تعال طاردنا تدري شلون لحظة لحظة هذا شكله قاعد يسوي ماسترنج يعني وانا وانا يعني ما راح تحرك شفيك شقيتني ترى أذبحك والله أذبحك كل شوي موقفنا تعال نبي شو اسمه ها تعال تعال تبي تسوي جيش تقول شيل كذي عاد الشيبان على طول يعطونك إياه طاردنا الحين طاردنا الحقنا الحقنا بيرجع بيوقف هنا ينطر ربعي يجمعهم بننطق سبير عجل على ما يجي بيسجل ثاني طبعا نحتاج التربوشيات الطريقه القديمه طريقه قديمه لكن شغاله يعني ما يحتاج ان نغيرها وهم 390 جندي فتوقع على ما نكسر السور راح يكون الجيش ضعيف حيل ويعني يكمل جيشه يبيله يكمل جيشه. أنجيانغ ثاره مره ثانيه الظاهر ان بنروح حق أنجيانغ ونبي نحرقها مره واحده ايش رايكم شباب والله الظاهر هذا اللي لازم نسويه. لاحظ لاحظ العلاج لاحظ سرعة العلاج يا حبيبي 15 شوف شلون قاعد يعالجون 106 105 وحنا برا ها ولا هذا الحالة قاعد قاتل ما عليه خلها تكسر بس تحاول انها تكسر يعني بعد وياهم شوي 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 اتوقع ان ربعنا يعني عندنا ليفل كافي ان نقدر نكسرهم بس انه لو يحوشون يعني ما ادري ليش تربو شيء مو قاعد تحوش شوف شلون كسرناها طلعت وحده ثانيه مكانها غش يا جماعه غش معك طلع كسرها كتبه وطلعت بلسه شلون كذي ما يصير عقليا يعني ما يصير واقعيا ما يصير الكتبه هذا اللي ورا الله هذه ايوه بس الحين تمام الحين بس ثنتين يركزون على الكتبه والباقيين يكسرون السور يا سلام عليك بعد كمل عليه كمل على السور اليمين السور اليمين لا تكسر اليسار لا تطق اليسار وين رايح فلاديف قاعد يحاصرها واحد من اللي قاعد يحاصرها نيون اوف ذا فينيقيا هذا السور هذا بس كسرته خلاص
خلاص تمام 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 اف 5 الجيش هذا كبير يعني عندهم جيش عندهم عسكر داخل فلازم نحارب في فكرة في فكرة تدرون شو نسوي ربعنا هذول اللي توهم راحوا اللي قاعد يحاصروننا جيوشهم اللي قاعد حاصرنا نهد ربعنا عليهم الحين بنجيب ربعنا كلهم هني صفر صفوا كذي يقنا صوت شيلد وول شارج خلنا نشوف من يوصل أول أوه ماتوا ربعنا شو ذبحكم ما عندهم جنود قدام أوه هذول برا رحهم قبل لا يروحون يبي يسبقوني يعني ربعي يشوفونهم ما يدرون اني على حصان ادخل عليهم كذي بعدين نرجع اسحب هذولا وارجع لهم 1400 ادعم الشجرة لازم تدعم الشجرة عشان تخليهم يعتقدون ان عندهم فرصة لذبحك لازم هذه حركات التكتيكية بس انه شكله نشبنا بالحصان ما نقدر نتحرك قاعد نطق بروحهم فماكو فايدة ربعنا طبعا ورانا فايزين بس احنا نحاول نتغلب عليهم هني عند بعضهم عند بعضهم اللي يطلعوا منه الظاهر ان اغلبهم مشات ولكن اللعبه يعني عطتهم مواقع رمايه هذول بعد جايين زياده سلام اصفط حصانك كذي وطق بس يلا اللي يمر اللي يمر يلا لا صوب ثاني صوب ثاني يا حبيبي نصوب ايوه كذا بس تمام كافين يلا. الحين عاد يا ربعنا تصيروا العين وروحوا اذبحوهم كلهم على ما حك عيني يعني. فزتوا ذاب حين احنا 60 كفو كفو رب كم خسرنا 19 جندي بورتو بورتو مات منو بورتو هذا متى جبناه اصلا النسر ربعنا يونغ ما بقى من ربعنا الا يونغ وربعنا الثاني اخون ذا هوك هذا متى جبناه شلون يموت بمعركة يعني مثل هذه ما ذبح احد لا خليه يروح خليه يروح يلا لا تنشبون تكفون لا تعلقون شكلهم معلقين شوفهم ناشبين كلهم ناشبين بس اثنين اللي يقاتلون والباقيين كلهم واقفين من فوق هذه لازم نقطعها الحين مثل ما قلت لكم ودي اني افكك الجيش حيث ان كل واحد يروح يعني الجهة معينة ولأن مات منا واحد نبي نجيب لنا ذا بلاك ليش بلاك وانتي بيضا شغلك كله شنو هذا ذا هيينة الضبعة الذهبي 100 والله مقاتل تكتيكي هذا سوردزمان سوردزمان قبل لازم ناخذه قبل كان قوي حيل أول ما نزلوهم كان يعني من أفضل الجنود بس ما نزلوا الهيرو اللي نبيه احنا في هيرو قوي حيل ما نزلوه ولا يمكن ما طلع لنا في الحفظ هذا اسمه ذا ديميو ذا ديميو موجود ولا دايميو يعني اذا طلع لك في مودات سوجي على طول اخذ ذاكر هذا نقدر نجيبه الضبعه شكلك حرامي اي والله حرام تمام انا احب الله احب الحراميه تعال تعال كم سعرك عاد؟ لا تعطينا كذاب أدري فيك كذاب اخلص بكم؟ ب400 تعال تقعد تسولف لي وعلى تقرق على راسي نزل الحين نبي من نطلع من المدينة هذه عندنا 300 جندي بس ما أعتقد نقدر نطرد هذول من المدينة ولا روحهم ربي روحهم ألو البروة سند تروبس تمام 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 ما خسرنا شيء كبير وهم راحت جنودهم وانقذنا روا ومسكنا منهم اثنين مورامير مورامير يعني شنو
مورمير تيغان. هل يعني لا يكون هذا الملك ورع؟ هذا وجهه ورع. كم عمرك؟ شلون 37 وجهك ورع؟ تقول لي سول شاير؟ قص راسه قص راسه. وهذا بيع فوق البيع. عطنا شادو جاردين، عطنا بلانتيان نايت. ألانتيان نايت بتانيان. ألانتيان نايت عطنا 7. وين ما في بتانيا شيء شيء من اللي يحبه قلبك. إيه هذول هذول هذول. هاي بورن وارير ما عليه. شادو سيكر عطنا 2. كم عندنا؟ عندنا مساحة الحين ها؟ حلو حلو. نبي 8 هذول. وينهم؟ توهم كانوا قدامي. إيه هذول ألانتيان أرشرز. ولا ما نبي ذكروت، ما نبي. نبي البريتوريان. عطنا الهفادار والإيفار كذي تمام. عطنا كل أغراضهم. الحين نبي نرجع على القلعة فلاديف. شكلها نبي نطول وضعنا هني، ما طالعين من هني ورايحين المكان الثاني. خلينا طبعا ربعنا هني عشان يعني خلينا فككنا الجيش هني عشان يجندون يضبطون يأمنون المنطقة اللي حولنا. على ما نروح نشوف سالفة فلاديف هذا. سيج تاور ورام هذا ناويها، ناوي عليها يعني. كم باقي لهم؟ 46. والله ما هقت يمدينا، والله ما هقت يمدينا. 37. بسرعه 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 بسرعه. 32. ها شافنا. تعال تعال، انت بتموت، انت مود مره بعد بتموتين يعني. ما راح يوقف يعني. المسألة مسألة موت، كلكم راح تموتون يعني. نضغط بخمسة احتياط احتياط. دخلونا المعركة. الحين عاد الحين نبي نجيب رماتنا قدام. والله كنا الموقع هذا أفضل فوق هني. واحد تعالوا هني، 3 رجعوا لي هناك، 4 تعالوا لي بعد انتم هناك، 1 تعالوا لي، 2 خلكم فوق. واحد ابيكم توقفون سكوير. لحظة احنا اللي هاجمين، ليش قاعد نسوي؟ تلقونهم يهجمون علينا. خلنا نشوف خلنا نشوف، ما ودنا نخسر جنوده كثر ما نقدر، بس اذا بيهجمون علينا نقدر نروح نذبحهم. هذولا يمكن نقدر نرشقهم بالسهام، نجيب أحد فيهم، نجيب رأس أحد فيهم. حلو، هذولا واقفين هني فنبني نرميهم بعد. والله لا واقفين، هذولا واقفين واقفين، شكلهم طولين ما يبي يحاربون. فنذبحهم نذبحهم بأبو داخل، ماكو مشكلة. ربعي 3 ارجون 0 اف 3 اف 5 كلكم هني، كلكم صيروا سكوير ودسمونت. عدفونا باغراض واجد صراحة شفتوهم. جيتو تعالوا تشارج. هذا الشارج البطيء اللي بنسميه الموت البطيء، تعرفونه زقاير، بس هذا لا الشارج البطيء. يعني شوف من وين جايين ربعنا بالشارج. ندور عليهم على ما يجون ربعنا. والله يمكن نقدر نذبحهم قبل لا يوصلون ربع. هجموا هجموا، قالوا يبا خلنا نروح، هذا السخيف قاعد يغثنا. تفتر حولهم وترميهم اسرع منهم. والله اعتقد ان السلاح هذا شوي قوي زياده عن اللزوم يعني. مو حيل مو حيل يعني، مو نفس سلاح سوجي. لا سلاح سوجي شوي قوي بزياده شوي، بس مو حيل. بس السلاح هذا لا لا قوي حيل يعني. ترى ما ذبحنا فيها واجد ها، بس انه يدمج ويرمي واجد يعني، يطلع لك دمج واجد. بس انه ما ذبحنا يعني، يمكن ذبحنا منهم 10 41 تقريبا. انا ما ادري ايش فيني، احس بدي ضايع الظاهر.
بس خلينا نشوف شو يسوي هذا. هوبا عبالكم يعني تذبحون حصاني ما اقدر اسوي شيء؟ ما اقدر اسوي شيء صح كلامكم؟ خلوني خلاص شباب شباب. النحشة ربعي هذول 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 هوبا ايش بينهم؟ هدعتك خلاص يا سخيف. ذبحت حصاني انتم ها؟ مي وين؟ ذبحناها ولا شنو؟ ثمانية وستين ومات. وين اللي كان يبي نحاش توه؟ وين؟ هذولك اطولهم ولا؟ غير مواجد يمكن تحوش بوحدة عرفت؟ هذا النظام اللي احبه انا. ساعتقد اننا فزنا. فك فك السكوير فك السكوير لوس روح سان صرك بركة. هذاك اللي باقي دعم دعم الشبة دعم الشبة عندي عندي يا عندي عندي يا خلو 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 شباب يلا ما عليه. فيها احد مات؟ ما حد مات حلو. تعال تعال لورد انت ها. وين هذه؟ هذه ليدي بعد قاعدة. ليش ليش محاصرين مدينة توني ما اخذها؟ علموني عندكم سبب مقنع. اذا ما عندكم سبب مقنع بتموتون. ما عندكم سبب اوكي ما ردوا علي. هذا تموت هذا لورد بنذبح البنت هذه وبعدين نجي حق نيمينوس. عبالي تنتهي سلالته وياها. يمكن هذه تنتهي سلالته وياها. اي انتهت سلالته زين زين. هذا الشادي قاردي ما نقدر نعدم هذولا ما نقدر. ما عندنا بعد ما نقدر نجند احد فيه. عندنا 12 مكان. عندكم احد طيب؟ ابي اطيب واحد فيكم زين يعني. ما فيكم شيء زين؟ ما في ها؟ دروزنيك واحد جيبه. كنتينيو. الحين طقيت على واحد من هذولا يحوشني كراش. خلنا نروح على المعركة نكملها. نبنا ناخذ فورنافا بول هذه. منو لفل؟ اخ حنا ملفلين صدق نسيت. حط لنا نقطة هني طق لنا نقطة هني. الحين عندنا نقطة زيادة يا جماعة ما ندري ايش نسوي فيها. خلنا نحطها هني وخلص. والله بعد ليفل ونص بعد مو ليفل وربع. حلو فالحين بنعطيه في 5 وعقبه لود عشان ما يبط راسنا. فالحين نبي فورنا بول هذه فيها 180 جندي. قبلها نبي لا ما نبي لوترات ما نبي لوترات هالمرة. خلنا ناخذ فورنا بول الحين. فارنوفا بول بسيج ذا تاون. عندهم 50 جندي 480 اكلهم. وين اكلكم؟ وين ال 180 اللي توهم داخل؟ انحاشوا ولا شو السالفة؟ المفروض تستسلمون للأمانة يعني. حتى بعد ما حاط لك انه راح ينسحبون ولا شيء. 1500 يوم ناقص اكلكم. شلون انتم 50 رجال يعني ما عندكم اكل كلش؟ ما يصير. يلا استسلموا. ابعد لي 5 1 2 3 عبالكم ربعي عشان عشان اكون صريح وياكم. الجنود الحاميه اللي كانوا فيها قلبوا وصاروا وياي. ال 130 اللي يقولون راحوا. هذا الولاء يعني رد يوم شافوا الراية الدخمانية جاية قالوا خلاص جانا قائدنا. ما عندكم أكل أكيد. أي ما خل أغراضكم أنا. شو ميرسي شو ميرسي. خلنا عجل ندخل المدينة هني نسوي ريكروت شوي ولا ريكروت واجد. كم خذينا منهم هذول؟ ما أدري ما أذكر من وين كانت تطلع العلامة. ريكروت والله واد 26 ولا عجل ناخذ بالقراد. لا تدري شلون خلينا نلعب لنا بطوله بطوله ما لعبنا بطوله. والمفروض يعني للامانه ناخذ لنا يعني شويه وقت بس عشان نرفع من معنويات ربعنا ونرفع علاجهم. بس ان احنا ما نحترم كلش 8 هذا اللي قايل بذبح. هذه نرتيلا اكيد.
عجبتني نرتلة. رابعنا حافظينه مع رب مضاير دي جنري. هذا الخزيت، الخزيت شنو هورسمن، ما نزلنا من حصاننا. شنو هذا بت؟ اخ شنو العصاية فاس اللي عندي؟ اح اح 116 كايسيليا. هذا كانها اكلة اسبانية كايسيليا. بيذبحهم اثنين ما يصير. اح يلا دوري، قاعد يقول دوري دوري. اح بس خلاص. ثلاثمية مرة ثانية وينها؟ يلا هبا دوري. هذا الاستعباط الزايد. وين منو اللي ضدنا؟ يانزي. يلا يانزي عاد قوية. يانزي هزعتك صح؟ والله حسيت اني هزعتك. واقف كذا بس يطقها، ما يمديها تدافع ولا تطق، واحدة من الثنتين. حلو، بكروك ما عندنا ليه ما ردوا ها؟ ما يمديهم. ويت شوي ننطر شوي ما يمنع. وبعدين عاد نكمل. بلقراد وينك يا بلقراد؟ بلقراد. الديارنا هذه طالع صارت خضرة، هذه الحلو، بس هذه يا شباب شلون ما خذيتوها ليه؟ أحد يدز له روى روح جيبيها، روح اهتلي. وهني رديتوا ميزي على دومي. يلا يلا ناخذ من المدينة 414. كم جيشكم انتم بس عشان نعرف نحطه 400 انتم؟ لا يبي لنا دعم. اللعبة صارت ثقيلة، اتوقع ان هذا يعني ان وقتنا ان نوقف. ثقير ذاكر. اوه سلموا على طول بعد هذول. إن هذا الوقت اللي نقدر نوقف فيه، يعني الناس قاعد يسلمون، قاعد يقولون اخذونا خلاص ما نبي نحاربكم، ويسلمون نفسهم. خلنا ناخذ المدينة بس نحط المساجين داخل اللي تونا خذيناهم. وينهم؟ go to keep. لا ما نبي هذا، خلنا نعطيهم إياهم. choose. هذه كاسيليا لاحقات تدخل ويانا، تبي تنطرح حد من ربعنا يموت عشان تسلم. 200 ميليشيا، شلون جايب لك 200 ميليشيا وانت ما عندك اكل لهم؟ هني 94 هذولا ولا هذولا ما ادري ايش جايبهم. كم عندنا بعد اكثر؟ منو شوفوا الرقم كبير هني 18. هذولا لا نبيهم، هذول بنير، هذولا ما نبي ميليشيا. الهوب لايت ما نبيهم، هذولا واجد رقم كبير. خلهم كذي تمام. الحين شغلكم تمام. فهذه النقطة اللي بنوقف فيها الفيديو. أما الشمال اللي عندنا وباقي لنا يعني حتى ما كانت في قلعة، كنا كانت في قلعة هني، كنا كانت في قلعة هني. أوه لا هذه أوكي. فأما الشمال الحين باقي لنا بس ناخذ تاكور، ويعني تنتهي مسألة الحرب في الشمال، تصير عندنا يعني يبتدي شغلنا بأوف كاسل إن شاء الله، ويعني يكون هي محط الرجل أو الساق أو القدم أو شنو عندنا في المنطقة هذه. فهذه النقطة اللي بنوقف فيها الفيديو. أشكركم شباب على المتابعة، وإن شاء الله أنكم استمتعتوا معنا في الحلقة هذه. علموني إذا تحبون الطريقة هذه من الفيديوهات، سجل تسجيل كامل، ويعني التعليق يكون كأننا قاعد نلعب، كأننا أقرب للبث من اللعب العادي. فأشكركم شباب على المتابعة، نشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.